لا يتعبون ولا يملون، ففي قلوبهم هدف يتوقون لتحقيقه وهو إسقاط النظام الفاسد بكل رموزه، هدف يحتاج للكثير من العطاء وتطلب منهم على مدار أكثر من 100 يوم عملاً متواصلاً في الليل والنهار لم تكسره آلة القمع والقتل الميليشياوية والحكومية ولا محاولات التشويش عليه. التظاهرات بصورة عامة هي أتت لغرض الإصلاح، وكذلك أتت لإنجاع وإصلاح هذا البلد، وأي تأثر بها بالجو السياسي أبد ما راح يصير أي تأثر بها، ولكن هي مستمرة بتواجد متظاهرين وبتحقيق ما طرحوه من تغييرات جذرية بصالح العام. أريد إسقاط النظام كله، البل خضراء الكل يطلعون منا على من العراق، كافي الأحزاب هواية باقوا من عندنا. يا شباب أنتوا ترجعون بتجاوبوني، خاطر شوفي الشباب والدنيا جيل العشرين يوم أبد ما يرجعون، ترى إحنا باقين هنا بساحة التحرير. قد ما تطول الشغلة، لو الاستشهاد إن شاء الله، لو النصر إن شاء الله، نطلعهم هم وأحزابهم إن شاء الله، هذا الشعب ينتصر وهاي ثورتنا إن شاء الله، ودم الشباب يا يوم ما ننسى شيء، ما ننسى، ما نروح لبيوتنا وننسى. ويصر المعتصمون بعد مرور أكثر من 100 يوم على ثورتهم على مطالبهم الحقة التي ينشدون من خلالها وطناً نظيفاً من التبعية للغير والفساد، يشعرون من جديد بين طيات اسمه الكبير بالدفء والعزة والإباء. احنا كمتظاهرين يعني احنا ما يهمنا لا خوف ولا الموت، احنا أصلاً جايين مضحين بنفسنا لأجل العراق لأجل الوطن، يعني ما يخوفون الأحزاب اللي جاي يسووها قتل سليماني ولا غيره ولا غيرهم، يعني دي يخوفونا بأنه ننسحب من ساحة التظاهرات. إحنا باقين لهنا، يعني إحنا ميتين فباقين ما ننسحب، فإن شاء الله يعني النصر إلنا. ثابتين ها وأقوياء، وما نحتاج الكل هالشغلات، أمورنا زينة وناكل ونشرب ها، والدعم اللوجستي إن شاء الله موجود، وهالشباب والشيبة والفتيات يعني شقلك، والقرآن فخر فخر فخر، وباقين وثابتين وما يزحزحنا أي شيء. ويؤكد المتظاهرون الصامدون في الساحات أن الصراع الدولي على أرض العراق لن يؤثر على ثورتهم التي يزداد زخمها يوما بعد آخر. يعني احنا بالنسبة لثورتنا إذا ظلينا صامدين، هاي الطلاب تترك المدارس، تركت المدارس وقعدت يمنا، موظفين عافوا الوظيفة وقعدوا يمنا، احنا لازم نحقق أمل، احنا إذا ما نحقق أمل يعني ماكو عمل، احنا إذا ظلوا صابرين وساحة التحرير احنا نجيب النتيجة، ترى هم ما يعطونا نتيجة، هم على مود كراسيهم وأحزابهم ومالاتهم هم موجودين، لكن الشعب الموجود بساحة التحرير من أجل حقه. وتبقى صيحات المتظاهرين التي تعالت في الأول من شهر تشرين الأول العام الفائت لاجتثاث النظام الذي ذهب بالعراق نحو الهاوية، تبقى الرهانة الوحيدة على مواصلة مسيرة ثورة تشرين التي باتت الأمل الكبير الوحيدة لاستعادة العراق السليم.